بيقول عن أبي هريرة إنه ما عندوش عفة نفس. قال أبو هريرة، قال حنشوف اليوم كلام عن أبي هريرة ما عندوش عفة نفس. مقطع رقم 3. أكون واضح معاكم، حنشوف اليوم كلامنا عن أبي هريرة رحمه الله ما عندوش عفة نفس الرجل هذا، ما عندوش عفة نفس الرجل هذا، ما عندوش عفة نفس الرجل هذا. واضح مش كده؟ واضح الكلام؟ شغله ثاني. أكون واضح معاكم، حنشوف اليوم كلامنا عن أبي هريرة رحمه الله ما عندوش عفة نفس الرجل هذا، ما عندوش عفة نفس الرجل هذا، ما عندوش عفة نفس الرجل هذا. قال حنشوف اليوم كلام عن أبي هريرة رحمه الله، حتى ما يقول رضي الله عنه عشان ما يدخل في الصحبة يعني. قال ما عندوش عفة نفس الرجل هذا. ما عندوش شنو؟ عفة نفس الرجل هذا اللي هو من يا جماعة؟ أبي هريرة رضي الله عنه. وأول حاجة أبو هريرة يا جماعة رد على مثل هذه الشبهات كما جاء أيضا في صحيح البخاري. قال أبو هريرة يقول الناس قد أكثر علينا أبو هريرة، لأنه أكثر ذو الحفظ الأحاديث. قال والله لقد كنت ألزم باب رسول الله صلى الله عليه وسلم وألزمه لكلمة يعلمنيها أو لقمة يطعمنيها. قال حتى كان يغمى علي من الجوع فيمر المار فيجدني مغمى علي فيقول إن به جنون، والله ما بي الجنون ولكنه الجوع، وإن أصحابي من المهاجرين قد شغلهم صفقة الأسواق، وإن إخواني من الأنصار كان قد شغلهم صفقة الودي، يعني الزراعة وزراعة النخل يعني الشتولة الصغيرة بتاعت النخل، ووالله ما كان يشغلني عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء. من الصباح بيقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم للمساء ويحفظ الأحاديث، وزي ما نقل الشيخ العثيمين قال كان أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال لي أوتر قبل أن تنام. ليه؟ لأنه كان لما يصلي العشاء بيقعد براجع الأحاديث اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم كله، في اليوم ده كله يراجعها يكررها يحفظها ويقوم ينوم. قال وفي ذات يوم أتيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله إني أحفظ عنك حديثا كثيرا فأنساه. فقال أبا هريرة أو أبا هر أبسط رداك. قال فبسطت ردائي فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يغرف لي يعني من بركته. فقال أبا هريرة أضممه إلى صدرك، فضمه إلى صدره بركة، بركة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فضممت إلى صدري فما نسيت حديثا منذ ذلك اليوم أبدا. عشان كده حفظ هنا يا جماعة أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله، النبي عليه الصلاة والسلام شهد له شهادة قال لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا أحد غيرك أو قبلك لما علمت من حرصك على الحديث أو على العلم. الرسول شهد له كده لأبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يجي يشتم هذا الفاشل وقال أبو هريرة ما عندوش عفة نفس. أنت اللي ما عندك عفة نفس، قاعد مع الكفار ويأكلوك الكفار يا عدنان إبراهيم، وعلموك الكفار شبهات المستشرقين اليهود عشان تضرب بها الدين، والزول ده ما عنده أي علاقة بالإسلام. هيجيك الكلام ماشي متسلسل، أي علاقة بالإسلام ما عنده، يعني مش كان مسلم مرتد وكده أساسا وما مسلم، وإن ادعى الإسلام حتلقى الكلام مع شوية حيسيب الله عديل. بس اصبر لي شوية كده. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.